السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ومسابقة هل لديك فكرة؟ تعب كثير ويستغرق من وقتنا كثير ومن جهدنا أكثر. اليوم نكون بدل ما إحنا اليوم عاديين في السوق الناس ما بتسمعنا تكون من الرياديين. بين المتسابقين في حلقة اليوم شفنا أول عرض معنا كان لأكاديمية فنون، ثاني عرض معنا أو ثاني مشروع رح نشوفه مع عبد العزيز الزهراني. عبد السلام الزهراني، أهلا وسهلا فيك عبد السلام. غير الحاجة اللي موجودة أو الطلب لازم يكون في منتج. نور طريقك. ألف مبروك عبد اللطيف. ألف مبروك. عبد اللطيف ألف مبروك، أنت الآن اقتربت من حلم الوصول للمليون اللي بنقدمه كجائزة.